اهلا وسهلا بكم اعزائي. طبعا في هالحلقه راح اتكلم عن موضوع طبعا مو مهم ولكن جيد نوعا ما، يرجع لك مدخول الكثير منا لا يدري بانه يتم استقطاعه منه، وهو بخصوص عندما تذهب لشراء حاجياتك المنزليه من مثلا قناني مياه او من علب مثلا غازية، علب معدنية او علب بلاستيكية، المهم مثلا بيبسي، كاكولا، غيره، مثلا كندا دراي، اي شيء زين، او مثلا مطارات مياه، او احنا نسميها مثلا بالفصحى قناني مياه. طبعا عند شرائك لهذه الحاجيات يتم استقطاع مبلغ معين من قيمة الشراء منك، مثلا انت دفعت مثلا $100 يتم استقطاع مثلا مبلغ ايضا فوق $100، وهذا المبلغ يتم احتسابه على انه قيمة القناني او قيمة مثلا العلب المعدنية. فما الذي يحدث هنا؟ يقولون نحن سنستقطعه منك، وسيكون هذا كمثل تأمين على أنك ستقوم بإرجاعها. فعندما تقوم بشراء هذه الأشياء، طبعا الشغلة هي ليست مثلا حكرا على مثلا أن هني مثلا في كندي مثلا غني ما يسوي هالشغلة، أو بس الكنديين الفقراء، أو مثلا هذه الأمور، لا، يعني حتى الأغنياء يسوون هالشغلة، لأن هذه ليست هي مثلا قاعد يجمع مثلا احنا نسميه باللغة الدارجة أو اللغة المحلية أنه يجمع قواطي أو يجمع هالأشياء، لا، أن الشخص يقوم بترجيع ما قام بالتعهد به، أي قام بدفع مبلغ معين كتأمين ويقوم باسترجاع المبلغ ماله. ف معظم الناس هنا يقومون بتجميعها، يعني مثلا خلص قنينة المياه، خلص منها، يقوم بوضعها في مكان معين في منزله، ومن ثم يذهب إلى أماكن هاي أماكن الخاصة بالسكراب، أعتقد يعني بالسكراب احنا تقريبا، يعني مو سكراب ما سيارات، قصد يعني مال نفس اللي موجودة في بلداننا الخاصة بالمعادن والخاصة بغيرها، يعني فيقوم بالذهاب إلى هناك، يذهب بهذه العلب وهذه مثلا القناني. طبعا قناني المياه يجب أن يقوم بالتخلص من الفتحات، الأغطية، يعني يودي القنينة من دون غطاء، ومن ثم يعطيهم القناني هناك مثلا بالأكياس، مثلا أكياس القمامة السوداء مثلا تم تجميعهم فيها، ويقومون بإعطاء المبالغ، يعني مثلا قد تحصل على مثلا $5، 10، $20 في كل مرة تذهب إلى هناك، فهو مبلغ يعني جيد، ويعني لا بس يعني تقط أو تتخلص من القنينة من دون أن لا تستفيد منها، لا. الشغلة الأخرى، على افتراض أنك أنت مثلا ما تريد مثلا تجمع هذه الأشياء، أنت مضطر أيضا أن تقوم بتجميعها، لأن مواد البلاستيك وغيرها يجب أن يتم حفظها في أكياس خاصة بها، يعني الأشياء الأورجانيك مثلا الأشياء العضوية في أماكن خاصة، أشياء مثلا الجاربج في أشياء أخرى، البيبرز أشياء أخرى، فهذه الأشياء، فهذه كمعلومة ربما تستفيدون منها، يعني أن الشخص باستطاعته أن يقوم بالحصول على مبالغ معينة إذا قام بأخذ هذه العلب والذهاب بها إلى الأماكن الخاصة بها. هذا فقط يعني موضوع صغير وإن شاء الله مهم، يعني يعني مبالغ الشخص مفروض ما يعني يستفيد منها، يعني 10، 20، $30 على كمية استخدامك يعني للمشروبات، يعني الغازية أو المياه، يعني في تطلع لك في السنة يعني مثلا مبالغ زينة يعني.
وتعتمد على عدد أفراد الأسرة وعلى أيضا شغلة معينة راح أتطرق إليها وأتكلم في الحلقة القادمة، وهي خاصة بالمياه، مياه الشرب. شكرا لكم أعزائي، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى في أمان الله تعالى.